التصدي الفلسطيني سواء قبل مسيرة الأعلام أو بعد مسيرة الأعلام هو نضال متواصل منذ بداية المشروع الصهيوني على أرض فلسطين التي أتت به بريطانيا، وحتى في حرب عام 48 وما بعدها. ولكن احنا الآن بصدد الموقف الحالي، الشعب الفلسطيني لم يتوقف عن النضال، الشعب الفلسطيني لم يتوقف عن التضحيات. ولكن أود أن أتحدث في نقطة مهمة فيما يخص النضال الفلسطيني. ما لا يعرفه أحد يا عزيزي الفاضل أن الفلسطينيين، وفي الآونة الأخيرة تحديدا الفلسطينيين، أوجعوا الاحتلال صراحة، أوجعوا. الآن الإنسان، الآن المستوطن الإسرائيلي سواء في مستوطنات الضفة الغربية أو في أرضنا المحتلة عام 48 لا يستطيع أن يسير في الشارع بأمان، لا يستطيع أن يسير في الطريق بأمان. ولاحظنا العمليات الأخيرة التي قام بها شباب فلسطيني سواء بالسكين أو بالطعن أو فهذا خلق حالة من عدم الأمان. الإسرائيلي يسير في الشارع من عدم الأمان، وهذا أيضا انعكس بالأمس على مسيرة الأعلام. بالأمس مسيرة الأعلام يعني إسرائيل حشدت حكومتها ومعارضتها لتوفير أعداد لمسيرة الأعلام.